السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة فاس، بالضبط بالمنطقة ديال سيدي بوجيدة. كما كتشوفوا معنا افتتاح أكبر جدارية للملك محمد السادس في مدينة فاس. كما كتشوفوا معنا وسط حشد من المواطنين اللي حاضرين هذا الجدارية اللي رسموها أبناء هذه المنطقة ديال سيدي بوجيدة وجنانات، يعني جدارية اللي رسموها جمعويين ديال المنطقة اللي فنانة كيرسموا على الجداريات، واللي قبل بعد قليل غادي يتم كيتم دابا الإزاحة ديال الستار على افتتاح هذه الجدارية اللي كما كتشوفوا معنا هي أول تجربة على مستوى مدينة فاس، واللي كتعتبر أكبر جدارية ديال الملك محمد السادس هذه في سيدي بوجيدة. كما كتشوفوا معنا في المنطقة ديال سيدي بوجيدة التابعة لمقاطعة جنان الورد، هذه مقاطعة جنان الورد. كتشوفوا معنا الناس تم في الدار ديالنا واقفين كيحضروا على افتتاح هذه الجدارية. السلطات المحلية، الأمن، كل شيء حاضر في هذه المنطقة. هذه كاين فعاليات سياسية اللي تهما حاضرين في الافتتاح ديال هذه الجدارية أو إماطة الستار على أكبر جدارية كما كتشوفوا معنا هنا في المنطقة ديال سيدي بوجيدة. مدينة فاس اللي كتعرف دابا حاليا تساقط أمطار في هذه اللحظة، هذه مدينة فاس كتعرف تساقطات مطرية، يعني هذه الجدارية هذه هي اللي كتأكد على مدى حب ناس فاس والشباب ديال مدينة فاس وتعلقهم بالملك محمد السادس والتاريخ ديالهم. كما كتشوفوا معنا هذا الشيء التابعة كما قلنا مقاطعة جنان الورد، هذه الجدارية اللي تم الرسم ديالها من طرف واحد الفنان شهير هنا على مستوى المنطقة ديال جنان الورد اللي هو محمد الأشهب، واللي غادي نمشيو إن شاء الله بحول الله غنقلبوا على الفنان اللي رسم هذه الجدارية وغادي ناخذوا من عندهم عنده تصريحات بخصوص الرسم ديالو لهذه الجدارية. حمزة شوف لي شي واحد، شوف لي سالي النشيد الوطني. حاليا كيتم عزف النشيد الوطني من طرف الناس الحاضرين. علي السلام عليكم. اذا اليوم كنا مع
الافتتاح ديال الفعاليه اكبر جداريه لصحه الجلاله محمد السادس نصر الله مختار عكسنا الورد حي سيدي بوشيده احتفاليه كبيره كتدل على التشبث ديال ساكنه سنا الورد حي سيدي بوشيده عاشر المزيد التشبث ديالو سعداء جدا بهذه الاحتفاليه وهذا افضل هديه يمكن ان تهديها ساكنه سيدي بوشيده تحية لكم متابعينا إلى مباشر آخر إن شاء الله بحول الله.